أحيت دائرة المرأة بمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة ندوة تحت عنوان آثار الحرب على المرأة اليمنية وسبل معالجتها. وأشار المشاركون في الندوة إلى ما خلفته الحرب الحوثية من مآس في حياة المرأة اليمنية بشكل خاص، والانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها من خلال جرائم الاستهدافات المباشرة عبر القنص والقصف الذي يطال المنازل والسكان، إضافة إلى الاختطافات والتشريد وقطع المرتبات ومصادرة الحقوق المختلفة. نطالب برفع نسبة تمثيلهن في السلطة المحلية، تمثيلهن ضعيف جدا خاصة في المناطق القيادية. كان في عندنا قبل كذا انه نطالب بالحقوق حتى الدنيا، لان الحرب هذه ادارت حركه العجله الى الوراء. قبل الحرب كانت المراه في تعز خاصه قد حصلت على كثير من الحقوق، ولكن نتيجه لهذه الحرب حصلت رده فكريه ورده دينيه. انكمش هذا الدور دور المراه، واصبحنا نطالب بحقوق كانت موجوده، نطالب باقل الحقوق.